يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله؟ هل يؤخذ منه إطلاق لفظ الشخص على الله سبحانه؟ يا أخي هذا من باب الإخبار، هم من باب التسمية. أنت ما تفرق بين الإخبار والتسمية، الإخبار أوسع من باب التسمية، هذه قاعدة عند العلماء، وذكرها ابن القيم في بدائع الفوائد أن باب الإخبار أوسع من باب التسمية، وهذا من باب الإخبار. الرسول يخبر أنه لا شخص أغير من الله.